2500 هذا 2500، وهذا على وضعه 1500، هذا انه حجر مرصوف، وهذا كم؟ 5000. 5000 افضل شيء، ابو 5000 يعني 5000 يعني كم يبيله الزومبي عشان يكسره؟ عشق عشق اخلص. وصل وصل الباب، صراحة وصل الباب، يبينا نبدأ شغلنا الثاني. شكله متخلط، شكله متخلط. الله يسر، انكسر هذا، انكسر هذا، هذا انكسر، انكسر، ما في حيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله أو كرمبي 203. اليوم معنا حلقة 23 من لعبة 7 Days to Die. وطبعا الحلقة اللي فاتت اللي هي بنينا الشبك هذا، بس كنت اتوقع ان الليلة الدموية وما جت الليلة الدموية، قلت خلاص خلوني اوقف المقطع وان شاء الله خلي حلقة الحالة الليلة الدموية اللي هي اليوم. معنا حلقة 23 وحلقة دموية اليوم، دموية يعني كل اللي معنا الوقت يعني تقريبا 24 ساعة معنا، وراح تبدأ الليلة الدموية. اللي ما شاف الحلقة اللي فاتت يرجع يشوفه ويشوف كيف بنيت هذا، لأن عانينا بمشكلة الليلة الدموية، لأنهم يهجمون علينا أنسور ويهجم علينا السبايدر اللي هم الزومبي الصغار ويطمرون. بس أنا سويت هذا عشان أتصافق معهم من وراء الشبك، عاد ما يصير عندي أي مشكلة، من فوق ما يجي النسر ومن تحت ما يجيني السبايدر. طبعا هالحين بما أنه اليوم يعني معي وقت، معي وقت، أبي أروح أبي أختار لمكان للمبنى الجديد حق الليلة الدموية. راح اغير يعني منطقة الليلة الدموية، يعني شلون نقول لكم، يعني هالحين الليلة الدموية لازم اتقاتل مع الزومبي بمكان جديد، يعني بحاول اني ابعد عن المنطقة هذه حقتي او بيتي، اخاهم يدمرون ويكسروا الدنيا اللي تعبت عليها. لكن كذا زين، يعني خلي مكان مخصص للليلة الدموية، كل ما تدمر يعني اعيد صناعته واضبطه من جديد، وطبعا راح يتطور يتطور اكثر من هذا. يعني هذا خلاص يعني يعتبر ضعيف على المستوى هذا، احنا باليوم 28 هالحين، هذا يعتبر ضعيف. يعني لازم اسوي بيت كذا خرافي، بيت حجري. خلاص الى متى احنا ما نسوي بيت حجري؟ طبعا بس ابي انتظر هذا الزبال، هذا شو اسمه، التاجر يفتح، عشان لان عنده خلاط اسمنت، عشان اصنع اسمنت وأبدأ تصنيع البيت اللي هو البيت الحجري الليلة الدموية. طبعا بختار، أتوقع أني راح أختار البيت القديم، المحطة اللي هناك القديمة هي مكان، هي المقر للبيت، أو يمكن نروح للمنطقة الثانية، أبدور المكان يعني سهل ومكان يعني ما فيه أجبال ما فيه غابات أكثر، عشان يمديني أشوفه من بعيد. طبعا يا شباب خلاص بما انه جاء الصبح، خلوني ابي اشيل السيكل وابي اروح المكان، اروح المكان استكشف على ما بل تجي الساعه 7 ويفتح يفتح التاجر. بس قبل كل شيء ابي اتكلم عن تعليقاتكم على الحلقه الفاتحه، الله يعطيكم العافيه. واهم تعليق عندي، اهم تعليق عندي من عبد الله احمد، الله يعطيه العافيه، السلام عليكم. الدقيقة 15 هذا جهاز الدفاع يتكلم عن جهاز اللي هو الحلقات، طلع عندي جهاز لقيته، والله اني ما ادري من جبته بالضبط. اي لا، هذا اللي هو، هذا ايوه اللي هو يتكلم عن هذا. نعيد التعليق من جديد، يقول السلام عليكم. دقيقة 15 هذا جهاز الدفاع عن البيت، اذا بتضغط كليك يمين تقدر تثبته بالارض عند الباب مثلا، يضرب الزومبي ويدفعهم للوراء. والله صراحة جهاز كويس وتعليقك أفضل وأفضل، الله يعطيك العافية. صراحة هذا الجهاز يعني ما راح استفيد منه بالبيت هذا، بس راح استخدمه أو يمكن للبيت هذا، هو البيت الأساسي، يعني حطوا على الباب لو دخلوا على الزومبي ولا شيء اخترقوا فجأة، يعني حطوا عند الباب، يعني راح ينفع هذا الجهاز. حلو، بس هالحين برجع مؤقتا على ما بروح بيستكشف وبشوف وش يمديني أسوي بالخلاطة. أنا طبعا ما أدري معي الكنكري والحوسة، أي معي كل شيء هنا، معي كل شيء تمام. أبي أروح للتاجر، قبل التاجر أبي أمر على البيت هذاك، أبي أشوف وش الوضع بالضبط. بس أول شيء خلونا نهاجم ملعين الجف هذولا، خلونا أتحرش بهم. ايوه الحين تجي نغمه الرعب، الله يقطع، والله يا هي توتر النغمه هذه.
حلو. ايوه جامعه جامعه كيس حلو. لا لا خلينا ناخذ الرمح. طيب اخذ الرمح بس يا شباب، بس ابي اخذ الرمح، هذا الرمح خلاص. ايوه تعال الحين، هالحين تعال، لا تضربين الكيس، الكيس هذا حقي انت. حذفه بس ما هي قويه. افا تعطل، كسرت رقبته الظاهر. تعطل بس يمديني ارميه عادي، اذا تعطل يمديك ترميه، بس ما يمديك ايوه بس ما يمديك تضربه من قريب، يعني طعن كذا تطعن بطعن. حلو قضينا عليهم هذولا. حلو حلو، حتى هذه مع كيس اكل. هذا الرمح بس ما ادري شلون زينه صراحه، بحاول اني اصلحه. لحد الان ما خلصوا. ايش فيه؟ فيه يمكن غير النيرس، في احد غير النيرس هنا؟ خبر بالعاده اذا قلوا خلاص، اذا قلوا خلاص ما يجيك احد. حلو انهيته. طيب وين السيكل؟ ايش اللي يسرع؟ شفت عندي شفت اللي يسرع، وعندي هذا حق الماوس، هذا اللفه اللي بالماوس هذه مزعجته ما ادري شلون اشيلها. طيب هذه المنطقة صراحة ما تصلح، وش السبب؟ لأن عندك جبال وما تدري منين عدوك جاي، وما تدري وش اللي يهجم عليك غير غير الزومبي، يمكن دب أو شيء. ها ضبط هذا، أنت حسبه خربان صراحة. يا أخي يا عليهم حظ، يا عليهم حظ الزومبي. انهين يا شباب، ما تلاحظوا الزومبي صايرين كريمين، صايرين كريمين اليوم. كم شنطة لقيت؟ ثلاث شناط مع الزومبي، والله شيء طيب. ما ادري وش القطعة هذه، لكن شكلي ابي ارجع البيت وابي انزل القطعة الزايدة اللي معي. طبعا هذا فراشي عادي، فراشي هذا من البداية، من بداية السلسلة بالبي سي، وهذا فراشي. طيب الحين ابي اوجه للتاجر. اي التاجر من هنا مع الطريق هذا. جيت التاجر الحين وابي اشوف، ابي اشوف الخلاطة. انا اكثر شيء متحمس للخلاطة اللي هنا. شمديني اصنع؟ لا تقولوا ما يمديني اصنع شيء، والله ما يمديني صراحه، ما يمديني، ما يمديني للاسف. لازم اصنع بيدي، هي الخلاطه هذه لازم اصنع بيدي. طبعا هذه اغراض انا مخزنه من اول. هنا في شيء؟ لا ما في شيء. الحين رجعنا البيت وابي ارتب بعض الامور وابي اشوف يمكن يمديني اصنع عاد، ما احتاج خلاطه. اتوقع انه ما يمديني الخلاطه، يعني ما هي ضروريه لهالدرجه اني اصنع به يعني شيء عشان البناء. لا في شيء ثاني، في شيء ثاني انا متاكد منه. اعتقد يمكن نصنع السطل، السطل اذا ما خاب ظني نصنع السطل. بيشوف هنا، هنا يمديني اصنع السطل. وين راح؟ فيه السطل، انا شايف السطل. وين راح؟ وفيه هالشيء يمديني اصنع مثل هذا. طيب نبي السطل، احنا كلامنا عن ايوه هذا هو الباكيت. الباكت كم معي؟ 27، يبي 7 هو. طيب نجرب، بس اتمنى انه ما يروح كله. يعني مثلا الحين اذا استخدمت السطل صنعت خلطة اسمنت كنكري، ما يروح يعني، يكون واحد يعني، كل شوي لازم اصنع جديد. حلو الحين قرب يخلص، بس في اشياء ما ادري انا احتفظها ولا ارمي مثل الرديتر هذا. شكله ابي سكراب على طول. وين راح السطل؟ ايوه هذا هو. طيب هالحين وش يمديني اصنع بالسطل هذا؟ طيب لا تقولون ما يمديني اسوي بشيء، هذا لا يكون حق ماء، بس لا يكون حق ماء. هذه مشكله، اذا هو حق ماء خلاص للاسف ما يمديني اصنع اللي هو البيت القوي. يمديني اصنع حجري عادي بالكنكري، بس السمنت ما اعتقد يمدي. ايوه هنا، هنا وشلون؟ اي لا 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 لازم 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 الخلاطه، الخلاطه لابد منها. طيب وليه انا ما احاول اني اشوف طريقه الخلاطه هنا وينه؟ يمكننا تصنع بسهوله، يمكن ما في اي مشكله او معاناه. طيب هنا مي هنا؟ ايوه هذه، هذه وش احتياجاته؟ حلو 25 اللي هو الفورجد ايرون،
والله تصدقون متطلباته ما هي واجد، لكن بوفره وارجع لكم. حلو، هالحين وفرت كل احتياجات الخلاطه. طيب وين راح هي؟ هنا، لا هنا، هذه او لا هذه هذه. طيب وشلون؟ اها يبي 10 من هذا، هنا يبي 10. حلو حلو، اشو اني رتبت انا اغراضي، خليت اي شيء ناخذه من السياره خليه هنا. طيب هذا كذا وكذا، وهنا 7 8 9 10. حلو، باقي نرجعه، ومطلوب مني الانجن، هذه مكينة واحدة وفرتها للدباب ان شاء الله، هذا نصنع الدباب. طيب هذه كم تطلب؟ 3 دقائق، ما عليه انتظروا ارجع لكم. وهالحين خلصت الخلاطة، نبي نشيلها نحطها هنا، وبعدين نشيل الود فريم هنا. وين نختار المكان؟ اعتقد هذا المكان مناسب. طيب يلا الحين وش يمدي نصنع؟ يمديك تصنع الساند، تحط الستون. طيب حلو، هذا على ما اعتقد، على ما اعتقد انه اسفلت، بس متطلبات واجد. طيب وهذا الكنكريت ماكس، كنكريت ماكس على ما اعتقد انه كذا. طيب وش متطلباته؟ متطلباته ساند وسمنت وستون. طيب وش الثاني اللي ما هو موجود او ما يمديني اصنعه بسهوله؟ وشو؟ ما اعتقد في شيء، بس اسمنت نفسه شلون اصنعه انا؟ يمكن لازم اطور، اسوي تطوير. انا عندي اسمنت حاليا، موجود اسمنت، بس يلا ناقص ساند. بس عندي 200 هنا، لا اعتقد ان في ستون، عندي ستون بس ما ادري وين قلعت الستون. هنا اوه 2000، نصنع 300 كشيء مبدئ. اوف يا الصوت، السرعه ما شاء الله تبارك الله. حلو، الحين خلص الساند طلع 300. طيب الحين وش باقي؟ ايوه الحين يمديني اصنع هذا بسهوله، نصنع 300 لانه معي ساند 300، وهذا معي 387 اللي هو السمنت، نصنع السطل كامل. يلا اتمنى يكون سريع مثل الساند. لا والله مو سريع، ياهو ياخذ وقت، بس يلا انا باخذ جزء منه عشان اشرح لكم وش الاقوى، ومتى يصير قوي، او وش الفرق بينه وبين الحجري، الجدار الحجري وصبة السمنت الكاملة. وفي صبات السمنت تختلف، فيه الصبة اللي هي الحديد، تحط حديد قطع حديد، اعتقد انه يمدينا اصنع هنا اللي هي حديد المسلح على ما اعتقد انه كذا. وين؟ اي لا مو هنا، ايوه هذا هو، هذا بس. وش متطلباته؟ 6 حديد عادي وواحد الكلي. طيب انا بأجرب، انا ما ادري هو يعني يحتاج اني يعني يصير اقوى لو احطه مع السمنت، ولا السمنت لحاله يكفي. ابي اصنع 5 تكفي كذا. حلو وسريع يعني ما يتطلب وقت. يلا قفل. طيب الحين كم طلعت هذه الخلاطه؟ طلعت لي 32. حلو، في باكج، في باكج يمكن ابشيله قبل ما تبدا الليله الدمويه، لان الحين الساعه 12 الظهر. وين موقع؟ قريب قريب قريب. حلو 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 حلو، قريب، بس وينه؟ عن بيتي؟ ها بالمنطقه المحروقه. طيب ابي احط عليه هذه عشان اذا اختفى اجي مكانه، لو بعدين اذا نسيت ولا شيء. طيب الحين يلا ابي، الله يعينك، ابي اشرح لكم الحين تولموا، ابي اشرح لكم الحين. طيب هذا اللي هو الود فريم. حلو، لو حطيناه الدرجة الأولى خشب، الدرجة الثانية اللي هو نفس بيتي، الجزء السفلي من بيتي. هالحين الكنكري. حلو، هالحين اسمنت. كم قوة اسمنت؟ 1250، بس إذا جف كامل، إذا جف كامل خلاص يصير أقوى، يصير أكثر. الحين لحد الآن ما جف. طيب هذا نسوي، شوف قوة الحجري، قوة الحجر الكنكري حاله 1500، وهذا 1250. هذا ما هو أقوى في الوقت الحالي، لأنه ما زال فيه ماء لحد الآن. وهذا لا، هذا أقوى، بس هذا راح يكون أقوى دبل يمكن، أعتقد أنه كذا. طيب لو حطيت الحديدة هذه، بتجرب أنا الحديدة هذه ما جربتها، الحديدة اللي هو حق المسلح. هذا ايوه اعتقد نفس 1500، هو ما جف اقوى، يعني هذا راح يكون اقوى.
هذه بدون حديد وهذه مع حديد وهذا حجر حاله. خلاص اشوفه اذا جف، مع انه ما يطول ترى ما ياخذ وقت يعني راح يجف بسرعه. طيب انا اتمنى اني ما ادري وين قلعت السيكل. اي هنا 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 بنروح باخذ الباكج على السريع. طيب ابي امشي مع الخط عشان يمكن اسرع، يمكن اسرع. ايوه كذا اسرع عشان السيكل ما ينفع صراحه، السيكل ما ينفع. ان شاء الله بقرب وقت راح اصنع الدباب، اغراضه كلها موجوده ان شاء الله. ماني متاكد 100% لكن المعتقد انه كله كل شيء موجود يعني جاهز ان شاء الله. حلو هذا الباكج، وش فيه؟ فيه اغراض تعليم، كويس فيه اغراض تعليم، تمام ناخذه نتعلم الاشياء. هو فروح السيكل. طيب وش الدنيا حمراء كذا او وش حراره؟ هي الحراره ارتفعت معي، الحراره ارتفعت الحين. يسرع ما تغير الجو. هذا وش جايبه؟ هذا كامل المنطقه المحروقه، المفروض يجلس بمنطقته، المفروض يجلس في المنطقه وما يقرب لنا هنا. طيب نعطيك واحده بالراس. حلو على طول انتهى. بس للاسف ما اعطاني شيء يعني شنطه شيء غرض. في هذا السيكل افضل شيء انه يطلع بالبوصله لفوق. طيب هالحين وصلت البيت، بس ابي انتظر الليله الدمويه. وطبعا هذا ما نشوف لحد الان، اعتقد انه ياخذ وقت بس ما يطول يعني مره، ما يطول مره هذا. يلا ما علينا منه، المهم نشوفه بعدين. يعني اللي اتذكر هذا 1250 وهو رطب، باقي الرطب. وهذا 1500 وهذا كم 1500 بعد هذا 1500 وهو كذا يعني نركبه على طول. نبي نشوف اي نقوى هالحين ان شاء الله، اذا اول ما ينشف راح اشوفه. طيب الحين كم الساعه؟ 14 يعني دخلنا قريبين للمساء. وبشوف وش الاغراض اللي معي انا تعلمتها ولا لا. اللي هو هذا اثنين، هذا معطيني كتابين. طيب وباقي الاغراض انا شفت كانه اللي هو السندان او ايوه هذا الشطرطون، بس ما ادري وش فايدته بالضبط. وهذا حلو تعلمته، هذا ما ادري وش هذا اظنه الهيكل حق السياره، الا اعتقد انه هيكل حق او حق الدباب، حق الدباب هذاك. طيب وهذا ودي ابيعه لكن ادري ان التاجر ما يعطي قيمه كويسه، لكن راح احطه عندي مؤقتا لحد ما اروح التاجر، ماني متعني علشانه الحين. وين ايوه هنا شيل نحطه هنا ما في اي مشكله. طيب حلو هذه القنابل موجوده، ايوه بشيل هذا احطه خلاص هنا ماني محتاجه الحين. كذا نكون متجهزين لليله الدمويه خلاص. وش الباقي علينا بعد؟ الطلقات موجوده، كل الطلقات موجوده. الشتجن ايوه هذه الشتجن، وهذا هنا وابي ارمي السيكل داخل. حلو السبايك موجود، تمام وضعي تمام لحد الان، وضعي تمام. يلا بس انتظر الليله الدمويه وارجع لكم. طبعا يا شباب انا مع الانتظار، قلت ليه ما اسوي تحسينات؟ اول شيء مديت هذا بدل ما هو شبك واحد مربع واحد اثنين، لاني خبر نفسي ما اتحمل. تعرفوني زين من بدايه قناتي وانا اجيب عياد، وما ابي اجيب العيد بالليله الدمويه، لذلك خليته يعني يمتد مربعين اكثر افضل وامن. وهذا نبت، نبتد الدنيا اللي هنا. كم جاب؟ ما ادري وش هذول، ندري هذا وش تحت تشوفون على اليمين، وش زنجبيل او ما ادري وش، ما ادري وش صراحه. طيب وهذه الذره، حلو اثنين 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 سته، يمديني اسوي مربع جديد للذره. وهذه البطاطس، بطاطس حلو طلع اثنين. وهذا التوت طلع اثنين حلو. الحين وضعنا تمام. وفي شيء لفت انتباهي، شيء ثاني تشوفه اسمنت جف، نسيت ما ادري كم خذ وقت لكنه جف. طيب قلنا اول هذاك 1250 حلو، وهذا كان 1500 اللي فيه حديد، تشوفوا مربعات الحديد هذا الدليل. 2500 هذا 2500، وهذا على وضعه 1500، هذا انه حجر مرصوف. وهذا كم؟ 5000 افضل شيء، ابو 5000 يعني 5000 يعني كم يبيله الزومبي عشان يكسره؟ صراحة احتمال اني ابني بيت كامل من هذا النوع، او مو البيت شو اسمه المبنى الخاص، الدرع حق الليلة الدموية، بس يمكن ابنيه من هذا النوع. الحين الله يعين ما ادري شلون اكسر البنية هذه، شكله بستخدم القنابل. يلا يا شباب هالحين
تبدأ الليلة الدموية ونبي نشوف احنا نصمد الليلة الدموية طبعا الرابعة، الليلة الدموية الثالثة يعني بغوا يدمرونا، لكن الحمد لله جت سليمة، والمرة هذه راح يجون أكثر وأكثر لأنها خلاص هذه رابع ليلة دموية. ويلا أتمنى أن يكون جاهز، يعني جاهز لكل شيء، خلاص كل شيء موجود، بس باقي مع الشكت هذا. حلو، عشق البستل، وهذه في طلقات تمام، والبو ممتاز، والقنابل هذه قنابل حلو تمام موجود، هذه في حالة إذا تجمعوا كسروا بعض الدنيا، إذا صار متجمعين راح نجمعهم على قنبلة. طيب يلا الحين بس باقي 20 ثانية، 20 ثانية وتبدأ. الله يستر، أبي أنزل أخذ فرة وأرجع. لا والله لا، ولي بغيت تتوهق، هذا هياط، هذا هياط، واللي يسوي بغيت أولي منين يبون يهجمون، منين يهجمون. أهم شيء تعرف الجهة اللي يجون منها، هي أول يمكن الليلة الأولى مع جهة واحدة، الليلة الثانية والثالثة شوفهم على جهتين، على جهتين يمكن هذه يجون مع ثلاث جهات أو مع كل الجهات، يعني بشكل عشوائي كل دقيقة يرسمونه بشكل عشوائي، ما أدري والله. يلا ثواني، يلا ثواني، ها يلا ما يمشي الوقت ليه؟ ايوه بدوا هالحين، بدوا هالحين، بس منين جو؟ منين جايين؟ ايوه هذولهم. حلو، في جهة ثانية جايين منه. يلعن المحولة. حلو، ايوه تطمر ولا ما تطمر؟ ميت ميت الدبة هذه. ما في الا نبي روس، نبي روس. حلو، هذه طيرت راسه، ويلا الثاني خلاص ما خاف منهم مثل اول، ارتبك وحالتي حاله، بس احس ان الطيور تتهجم وانا هنا ما ادري ايش السبب. ايوه هذا قوي، هذا من نوع القوي. حلو طيرت راسه الطعر هذا. حلو انهيناه. لا والله ما انتهى، في شنطة هناك نفسي اخذه بس ما اقدر. حلو دامه مع الجهة هذه كلهم وضعنا بالسليم، وضعنا بالسليم لحد الان، لحد الان وضعنا بالسليم. في هجوم مع جهة ثانية ولا شيء؟ معقولة؟ معقولة هجموا مع كلهم مع جهة واحدة؟ ما خليكم تكسرون، إن شاء الله ما توصلون، بإذن الله ما توصلون. والله في كمية شناط، كم شنطة؟ ثنتين أو ثلاث؟ طيب نبي نجرب البستول الحين. طيب لا تمام، لا حلو البستل ممتاز ما عليه، بس ما هو قوي اساسا اللي معي، ما هو قوي. الله يستر منهم صراحه، كسروا اقبلوا على الباب. فيه خطه لازم اذا وصل الباب اسويها، اللي هي اني اسوي المربع واحد يمنعهم انهم يطمرون ويمنعهم انهم يتعدون الباب. طاحت يا كبرى، ما مات لحد الان. والله ماشي، ما ينفع البستل ما ينفع. طيب نجرب الشدقن. اي ما عشقت، ما ركبت شيء. حلو موت. طيب توصل هنا معقولة؟ لا ما توصل. هذه عشق عشق، اخلص. وصل وصل الباب، صراحة وصل الباب. يبينا نبدأ شغلنا الثاني. يا ساتر والله دخلوا.
يا ساتر تخلق. لحظة شباب 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 أبي الفريم مو خلاص ما أخاف منهم مثل أول رتبك وحالة حالة الفريم مود شلون وين راح؟ جبت العيد جبت العيد جبت العيد ايوه ها لا تقول ما معي خشب ما معي خشب اعتقد انه ما معي خشب. طيب الحين يلا ادخلوا تفضلوا حلو هالشوه سلمت 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 سلمت. طيب ما في ليه خرب البستول شكله متخلط شكله متخلط الله يسر انكسر هذا انكسر هذا ما اخاف منهم مثل اول رتبك هذا انكسر انكسر ما في حيله. طيب الشدقن 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 يا اضغط شكله متخلط خلاص لا شو هالحيله. طيب لا 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 دامكم شوي خلون نستخدم معكم هذا شوي خمس دقائق نستخدم معكم العنف الصغير العنف الصغير يعني ما هو قوي ما عندكم قوة. خذ يا حيوان يا ساتر ارجعوا ورا ارجعوا ورا ارجعوا ورا ارجعوا ورا رجاء يا ساتر ها بقى شيء بقى الدبة هذه في صوت صوت السبايدر المشكلة ما تقدر حلو مات مات السبايدر. طيب ما خلصوا لحد الآن لا وش هالضربة دخل دخل حيوان يا ساتر في واحد دخل بالغلط دخل سوى جلتش سوى جلتش هذا 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 ايش يسوي ايش يسوي ايش جالس يسوي. طيب اتمنى انهم انتهوا انتهوا ان شاء الله ان شاء الله انتهوا انتهوا ولا طيب ابي احط سبايك 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 وين سبايك كم سبايك وين راح اي هذا هذا حاطه بالشنطه مديني احط وراء كذا. طيب منين دخلوا هم الحين الحين مديني يكسرون جو مع جهة ثانية جو مع جهة ثانية حلو وين اللي راحوا مع اها في شيء في شيء تكسر فوقي ولا لا بسم الله وش وش اللي جان اتوقع هذا اطرش على الحيوان حلو مات انا ما ادري منين تجيني الدنيا والصاخه. طيب متى يخلصوا كم عددكم كم عددكم انت ايوه يا ساتر وش الليله هذه هذه ليله بلشه هذه هذه ليله نكبه اي هي اطمر اطمر هي اطمر بوسط الشوك اي لا 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 امسكه على جهة واحدة طبعا هذا افضل شيء بالشبكة اللي ركبت يقولكم عادي مديك تخترق بسام عادي يجي ما يضره اي شيء ايوه في شناط في شناط واجد ودي اخذه ودي اخذ الشناط هذه بس شلون ننزل نخرقه وننزل
اخرب او انزل اول شيء ابي اخذ هذه. لا لا هذه ايه مسدس خرب خلاص. طيب بس خوف كنا مكسرون السلم، السلم اللي انا متجهز اللي انا مجهزه، او فيه كلاب اخاف ان فيه كلاب. طيب فيشنا، طيب خلونا نجمعهم، اجمعها بمكان واحد واعطيهم بالقنبلة. ايوه استمنا استمنا يا ساتر. ما جاهم شيء. شو حتى القنبلة ما ضرت حاجز السمنتي اللي انا حاط. طيب هذه القنبلة الثانية قرطتها بالغلط بدون ما اشبه. تجمعوا ايوه تجمعوا تجمعوا ايوه تجمعوا. وانا باخذ الدنيا هذه، هذه الرضم. حلو في طلقة. ياو قريبة لي انا، هذه قريبة لي انا. طيب 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 شوف الشناط الاولى، الشناط اللي بالبدايه هنا، هنا في ثلاث شناط حلوين. حلو في كنوز كويسه، في كنوز يمديني ان شاء الله يمديني. نبعدهم هنا شوي عشان ما اضر السبايك. اوه ايوه هذه احسن رميه. نبي اقضي على السبايدر الخايس هذا. السبايدر وين؟ ولا يطمر علي، بس انا خاف انه يطمر علي. حلو في شنطة هناك، في شنطة هناك. السبايدر وين راح؟ طمر على الحيوان هذا اللي ما حسبنا. اها هذا اللي انا ما ابي. شوفوا تلاب واصابات، تلاب واصابات، هذا اللي انا ما ابيه، ما ابي الحركات هذه. طيب نشوف نطقطق عليهم بس من هنا. ايوه اركض 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 اركض، ما بوجهك شوك ابدا، ما بوجهك شيء. العنم والله وصل. خوذي نامي نامي ارتاح. هل ما تبي تموت هذه شكله؟ ايوه سل. اي هي اي هي يكمل كم كمل 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 كمل. في في ما في شوك، ما في اي شوك بالموضوع. حلو ايوه حلو مات. طيب ها ما ها ما خلصتوا، الساعة ثنتين الحين، نبي نرتاح نبي ننام. ها خلصوا خلصوا ولا لا؟ بيدخل ها؟ نم 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 بس نم. طيب ها انتهوا انتهوا، اعتقد انهم انتهوا كذا. شو المشكلة؟ ها خربة خربة الشدقان الله. اها ما وقتكم الطيور، طيور ما وقت الطيور، ما وقت الطيور. يا ساتر
شكلي مت، شكلي مت، شكلي مت. أشوة تماكنت نفسي، تماكنت نفسي باللحظة الأخيرة، بس إني أمرض، أصاب مرض، أصاب مرض. فيه تصليح، فيه معدة حق التصليح، في شيء حق تصليح. يا ساتر، الباب متكسر، الباب متكسر. طيب كذا الدب 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 هذا حلو، انهيته. الكلب هذي باقي، هذي متى ينتهون، متى ينتهون؟ صراحة اعتقد اني رحت. هجومه والدخول، ادخلوا ادخلوا ادخلوا. بس شلون طلعهم، شلون طلعهم بيتي؟ قاعدوا يكسرون، كسرون هنا، لا يكسرون اغراضي. وين رايح تكسر الفورج هذه؟ شكلنا رحت. ادخلوا ادخلوا. ذبحت هذا، يا ساتر. وين راح؟ كسروا البيت، كسروا خلاط تمام داني بنيت. او لا، هذه صراحة ليلة دموية فاشلة. يا ساتر، خلاص انتهيت انتهيت انتهيت. شكلي كسر بيتي، خلاص معداتي كلها غالية. جاء الصبح، جاء الصبح، خلاص. وش تنتظرون؟ كم فيه واحد؟ ايوه هذا واحد، ايوه جاء فوق. طيب بدخل بيتي، خلاص انتهى وقتكم. طيب اوف، اعتقد ان كذا انتهوا. اتمنى ما كسروا اشياء واجد علي، اعوذ بالله يا هم ارتعوبي. لا شو هذه، ما كسروا معدات، الحمد لله انه ما كسروا المعدات. اوف يا ساتر يا ساتر، العبوا العبوا بيتي لعب، العبوا بيتي لعب يا شباب. شوفوا شوفوا هنا، شوفوا هنا، خلاص. هذا وش هذا، هذا وش اللي هنا؟ لا يكون فورج يضرر. هذه والله صراحة ما أدري وش شكلها، حطام البيت، إلى حطام البيت تحطم الفوق، خلاص. طيب وش فيه ثاني؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب كذا نشوف الشناط الباقي، نشوف الشناط اللي ما شلناه. في شناط ما شل... أي في هذه، هذي وش هذي، حلو. اغلب طلقات واسلحة وبعض الاكل، بعض الاكل. اعوذ بالله يا هم كسر البيت، كسر. صراحة ليلة دموية فشلت على شيء، مت على شيء. ثاني شيء جاني هجوم الخطير هذا اللي بغيت اموت ثلاث مرات، بغيت اموت. طيب الحين احتاج علاجات واحتاج اكل. والله صراحة ما أدري وش أبدأ، لكن لازم أضبط وضعي، لازم أضبط وضعي أكثر وخلاص. عشان كذا جزمت 100% أني أسوي بيت مخصص للليلة الدموية، خلاص هذا بيتي، ما يصح الليلة الدموية نهائيا. طيب عاد يا شباب، إلى هنا انهي فيديو اليوم. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، أتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع، ويلا في أمان الله.